بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تحية طيبة، وبعد نلتقي معكم في خاطرة جديدة من سلسلة تاريخ الإسلام بعنوان وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. طبعا انتهينا في الخاطرة السابقة عن انتهاء حروب الردة بفضل الله سبحانه وتعالى وبحمده بعد انتصار المسلمين في موقعة اليمامة، وبعد القضاء على مسيلمة الكذاب واستسلام تابعيه ودخولهم مرة أخرى في الإسلام. وتحدثنا عن إن أتباع مسيلمة الكذاب للأسف الشديد كانوا مصدقينه، وكانوا مصدقين إن هو نبي، وعلشان كده كان عندهم عقيدة قوية جدا. عشان كده كانت يعني الحرب بينهم وبين المسلمين حرب شرسة جدا، ولكن بمجرد أن ثبت لهم أنه كذاب فاستسلموا تماما للمسلمين وعادوا إلى حظيرة الإسلام مرة أخرى. وأخيرا وبفضل الله سبحانه وتعالى توحد العرب من جديد تحت راية الإسلام تحت خلافة أبي بكر الصديق. طبعا في كلام كتير اتقال عن حروب الردة، وإحنا أشرنا إلى ذلك أثناء الخواطر التسعة السابقة اللي تحدثنا فيها عن حروب الردة. لكن في بعض النقط اللي احنا عايزين يعني نؤكد عليها او ان احنا عايزين نشرحها بالتفصيل في هذه الخطر. طبعا اول شيء، ما هو دور علي بن ابي طالب في حروب الردة؟ في الحقيقة احنا بالبحث يعني في كل المصادر يعني لم يثبت لدينا ان علي بن ابي طالب اشترك بنفسه في القتال ضد المرتدين في حروب الردة، بالرغم ان هو كان بيشارك في جميع الغزوات تقريبا اللي غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم اثناء حياته. والحقيقه ان النقطه دي طبعا تلقفها المستشرقون والعلمانيون والناس دي، وقالوا ان هو كان معترض على حروب الرده، ولانه اصلا كان معترض على خلافه ابي بكر الصديق، وبالتالي هو لم يشارك في هذه الحروب باعتبار ان حروب الرده هي مجرد حروب خاضها ابو بكر الصديق من اجل فرض سيطرته او فرض يعني شرعيته او حكمه على العرب. وطبعا ده شيء غريب جدا، يعني ده شيء بينافي كل الروايات وبينافي العقل والمنطق ايضا. احنا عارفين ان علي بن ابي طالب بايع ابو بكر الصديق مع المسلمين في الايام الاولى من خلافه ابي بكر، ولم نسمع ابدا بان علي بن ابي طالب قال ان هو ضد خلافه ابي بكر او قال ان هو كان اولى بالخلافه، وده شيء اختراع محض من الشيعة، ولا يوجد عليه اي روايات على الاطلاق بان علي بن ابي طالب كان شايف ان هو المفروض كانت الخلافه تبقى ليه وان ابو بكر الصديق او غيره اخذها منه. دي كلها افتراءات او تاليف مباشر من الشيعة، وده ظهر بعد ما الشيعة ظهروا بعد كذا سنه، يعني لم يكونوا موجودين اصلا طبعا كجماعه في هذا التوقيت، وبالتالي لا يوجد اي روايات تدل على ذلك. طيب ليه علي بن ابي طالب لم يشترك في حروب الردة؟ مفيش برضه سبب معين بيفسر لنا ليه علي بن ابي طالب لم يكن مشارك في هذه الحروب في الحقيقة. ولكن هو في تفسير منطقي لهذا الامر، وهو ان عمر بن الخطاب لم يشارك بنفسه في حروب الردة، عثمان بن عفان لم يشارك بنفسه في حروب الردة، وعلى الارجح ان هؤلاء جميعا كانوا بما فيهم علي بن ابي طالب كانوا مستشارين لابو بكر الصديق في المدينه. في النهايه ابو بكر الصديق يا جماعه بشر، وهذا الانسان يعني اتخذ قرار خطير جدا وهو حروب الرده، وكان لازم يكون معاه مستشارين ودايما يكون بيشاورهم طول الوقت. ابو بكر الصديق لم يكن نبي ولم يكن ياتيه الوحي من السماء، وبالتالي يعني هذا الرجل كان يحتاج الى مستشارين عسكريين ومستشارين سياسيين، وانه يشاور اصحابه وانه يتاكد طول الوقت ان قراره صحيح، لانه بشر في النهايه، بشر وتحمل مسؤوليه عظيمه جدا. يعني انت لو قادر تتخيلها انك انت تمسك امر المسلمين بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم وتصبح مسؤول امام الله سبحانه وتعالى وامام الرسول صلى الله عليه وسلم وامام المسلمين بانك انت مسؤول عن هذا الدين ومسؤول عن هؤلاء المسلمين وعن مصيرهم، والقرار اللي كان اتخذه ده بحروب الردة كان قرار مصيري جدا، واحنا عرفنا ان هذا القرار تقريبا كان بيناقضه او بيرفضه معظم القادة المسلمين باعتبار ان هو قرار متهور لانك تحارب العرب جميعا وفي نفس التوقيت، لكن هو كان شايف ان هذا القرار هو القرار الصح، وانه لا يجب ابدا الاستسلام او مهادنه هؤلاء المرتدين.
طبعا الخلاف الرئيسي بين ابو بكر الصديق ومعظم الصحابه في شان حروب الرده كان عن مانع الزكاه، لكن طبعا ما كانش في خلاف حوالين الذين ارتدوا بالفعل الى الوثنيه او الذين ادعوا النبوه، فهؤلاء كفار ويجب محاربتهم فورا. ولكن مانع الزكاه كانوا هم شايفين ان هؤلاء لا زالوا يقولون انهم مسلمون، بس هم مش عايزين بس يدفعوا الزكاه، ولكن ابو بكر الصديق شاف ان هو لو استنى سنه انه ممكن تفاوض على الدين، يعني تيجي جماعه تقول لك انا مسلم الا ربع، انا مسلم الا الزكاه، انا مسلم الا الصلاه، كده انت فتحت باب لا يمكن سده فيما بعد. وللاسف الشديد كان هيؤخذ ابو بكر الصديق يعني كسنه او كشخص كمثال بعد كده ان الناس تفوت بقى من الدين حته حته، كل جماعه او كل قبيله او كل واحد يفصل الدين على مزاجه وعلى هواه، وتمام يؤمن بما يشاء ويكفر بما يشاء، وده شيء طبعا غلط وخطير جدا، وثبت بعد كده بالتاريخ وثبت بعد كده بالحياه العمليه ان قرار ابو بكر الصديق بحرب المرتدين وحرب مانع الزكاه كان قرارا صائبا، لانه رد المسلمين الى الاسلام الصحيح الكامل اللي هو وصل لنا الى يومنا هذا. ولو لم يفعل ابو بكر الصديق يعني ما حدش عارف كان ايه اللي ممكن يحصل، يمكن الدين ده كان يضيع، او ممكن تلاقي 500 نسخه من الاسلام، نسخه بقى ما فيهاش الزكاه، ونسخه ما فيهاش الصلاه، ونسخه ما فيهاش الحج، ونسخه ما فيهاش مش عارف ايه، كل واحد بقى بيفصل الدين على مزاجه، هياخذ ابو بكر الصديق للاسف قدوه او كمثل في هذا الامر. وبالتالي غالبا علي بن ابي طالب لم يشترك في حروب الرده بنفسه، لكنه من الارجح انه كان مستشارا لابو بكر في الشؤون السياسيه والعسكريه في هذا الطب. طيب نيجي برضه لدور عمر بن الخطاب، ايه دور عمر بن الخطاب في حروب الرده؟ برضه عمر بن الخطاب لم يشترك بنفسه في المعارك، ولكنه بالتاكيد ده في روايات بقى بتؤكد هنا ان عمر بن الخطاب كان مستشارا لابي بكر في العمليات العسكريه والسياسيه. والدليل على ذلك انه لما جه يخرج جيش اسامه بن زيد لمحاربه الروم، ابو بكر استاذن اسامه بن زيد انه يسيب له عمر بن الخطاب عشان يكون مستشار ليه في هذه الظروف العصيبه. وبالتالي غالبا عمر بن الخطاب كمل مع ابو بكر في مساله ان هو مستشار او ان هو موجود في المدينه من اجل الطوارئ او من اجل هذه الاشياء، لان الحقيقه ان كبار الصحابه دول لو كانوا تعرضوا لا قدر الله للوفاه او شيء او للقتل في اثناء حروب الرده كان ابو بكر الصديق هيكون في موقف عصيب جدا فيما بعد. فالحقيقه ان ابو بكر الصديق كان بيحاول انه يعني يدرس كل التفاصيل البسيطه والممله، وانه بيتابع العمليات العسكريه لحظه بلحظه عبر الجزيره العربيه، فالامر كان صعب الحقيقه، وارسل من يجيد القتال ومن هو يقوى عليه، وساب في المدينه من هو يعني يستطيع ان يشير عليه بالاشياء الصحيحه الى غير ذلك. بالنسبه برضه لعثمان بن عفان نفس الامر، لم يرد اي شيء عن عثمان بن عفان في اثناء حروب الرده، وغالبا برضه عثمان بن عفان كان ايضا مستشارا لابي بكر في المدينه في هذا التوقيت. خلي بالكم ان معظم الصحابه اللي قالوا ان هم مش موافقين على حروب الرده او شايفين ان هو قرار متهور، في الحقيقه ان هو بمجرد بدء الحروب خلاص هم كلهم توحدوا كجبهه واحده مع ابو بكر، لانه في النهايه المصير واحد يا جماعه. مفيش حد اثناء حروب الرده او بعدها قال القرار ده كان خاطئ او ان انا ضده او انا ماليش دعوه او اعتزل، هو ده للاسف الشيء اللي هو حاول الشيعه نفسهم ان هم يلصقوه بسيدنا علي بن ابي طالب، يعني ان هو يقولوا ان هو خلاص اعتزل الناس او اعتزل الامر وساب المسلمين لمصيرهم، لمجرد يعني ان المسلمين ما اختاروهوش كخليفه، وده شيء ما حصلش، ده شيء اكيد ما حصلش، يعني احنا نبرأ الى الله سبحانه وتعالى ان علي بن ابي طالب ممكن يكون عمل حاجه زي كده. وخلي بالكم يا جماعه ان علي بن ابي طالب في النهايه تولى الخلافه، يعني هو في النهايه بعد ابو بكر وعمر وعثمان تولى الخلافه، ولم يرد عنه اطلاقا بان هؤلاء اغتصبوا منه الخلافه او الى غير ذلك، او انه كان في يوم من الايام احق منهم بالخلافه. في الحقيقه ان مساله الخلافه الرشيده بالذات كان راي الناس هو المهم، راي الناس في اختيار من يمثلهم هو المهم، الشورى كانت هي المهمه، ما كانش الفكره هنا في ان مثلا زي بني اميه او بني العباس ان ده الاسره دي هي اللي بتحكم والاسره دي بس هي اللي بتختار، فالموضوع ده يعني ما كانش فيه اي روايه تدل عليه. ونحن نبرأ الى الله سبحانه وتعالى ان علي بن ابي طالب ممكن يكون متهم بهذا الاتهام على الاطلاق، بان هو يعني ساب شأن المسلمين وسابهم وتركهم لمصيرهم لمجرد انهم لم يختاروه كخليفه في بادئ الامر. طبعا برضو عايزين نذكر ايضا ابناء ابو بكر عبد الله وعبد الرحمن كانوا مشاركين في القتال، وكانوا مش مشاركين كقاده، كانوا مشاركين كجنود، ففي معركه اليمامه القاده كان
خالد بن الوليد، كان شرحبيل بن حسنة، كان زيد بن الخطاب. الناس دي كانت هي القادة، لكن عبد الله بن أبي بكر وعبد الرحمن بن أبي بكر كانوا جنودا مقاتلين في جيش المسلمين زيهم زي أي جندي معرض للقتل ومعرض للإصابة. ودي نقطة مهمة جدا. تعالوا تخيلوا حاليا إن أي حاكم أو أي قائد لدولة ما في أي مكان في العالم، حتى لو كان ابنه كرتبة عسكرية موجودة في البلد، فبيكون كرتبة عسكرية وزير الدفاع مثلا، رئيس الأركان، مش عارف رئيس فرقة، رئيس العمليات، حاجات زي كده. وبيكون الهدف من ذلك هو يعني تأصيل الحكم لوالده، لأنه لما بيكون ماسك الجيش فبالتالي بيكون بيساند والده في الحكم. لكن أبو بكر الصديق لو كان هو فعلا مقتصر للخلافة وكان بيخطط فعلا مثلا ان هو يورث ابنائه للخلافه، كان ليه يبعتهم في الحرب وممكن يموتوا؟ لو هو ابو بكر الصديق مش مؤمن ان هذه الحرب فعلا حرب دينيه يعني مباركه، تمام، كان ممكن يبعت اولاده او يضحي باولاده ويبعتهم في حرب هو شايفها انها مجرد خصومه سياسيه. لو احنا فكرنا في حاجه، يعني لو فكرنا بعقلنا هنجد ان الكلام ده غير منطقي على الاطلاق. وبالتالي ابو بكر الصديق ارسل ابنائه زيهم زي كل المسلمين، تمام، يعني ابنائهم كانوا جنود في الجيش تحت امرة خالد بن الوليد زيهم زي كل الجيوش زي كل الناس. لو ابو بكر، لو عمر خالد بن الخطاب، خالد بن الوليد امرهم بالذهاب لهذا المكان للقتال لذهبوا، لو امرهم بذلك لذهبوا. وبالتالي كانوا بيسمعوا كلام خالد بن الوليد لانه قائد عسكري وهم مجرد جنود في الجيش، ولم يرد عنهم اطلاقا بانهم كانوا متكبرين مثلا على بقيه المسلمين ان ابوهم الخليفه او الملك او الى غير ذلك، ما كانش في اي روايات عن هذا الامر. بالإضافة إلى ذلك إن زيد بن الخطاب هو أخو عمر بن الخطاب، وهو يعني أحد الصحابة الكبار، كان مشاركا أيضا في هذه المعركة الأخيرة موقعة اليمامة. وفي الحقيقة إن سيدنا أبو بكر الصديق في الأول كان يريد أن يعني إن الجيش يكون قائده زيد بن الخطاب، ولكن هو رفض وقال إن هو يعني سيذهب فقط للجهاد أو الاستشهاد ولا يريد أبدا القيادة، تمام. ولكن خالد بن الوليد لما مسك قيادة الجيش اختار زيد بن الخطاب ليكون قائد لأحد أجنحة الجيش نتيجة لخبراته العسكرية، وفي النهاية يعني قاتل مثله مثل باقي المسلمين واستشهد أيضا في هذه المعركة موقعة اليمامة. النقطة الأخيرة بقى عايزين نعلق عليها في حروب الردة، إن موقعة اليمامة بالذات قتل فيها أكثر من 500 صحابي من حامل القرآن. والحقيقه ان القران الكريم كان بيتكتب على الواح متفرقه كان بيكتبها الصحابه، ولكن كان في حفاظ للقران الكريم حافظين القران الكريم عن ظهر قلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظينه كله، تمام. للاسف 500 من الصحابه، واحنا عارفين عدد الصحابه في النهايه ما كانش كبير للغايه في هذا التوقيت، ولكن 500 من الصحابه حافظي القران بالكامل توفوا في اثناء هذه المعركه. والحقيقه ان الحكايه دي كان لها اثر مهم جدا، خلى ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب فيما بعد يعني يوصلوا الى سنه جديده، وهي كتابه القران الكريم ككتاب واحد وجمعوه في كتاب واحد وهو المصحف الشريف اللي هو موجود بين ايدينا حتى الان. ودي نقطه هنتكلم عليها فيما بعد في الخواطر القادمه. ولكن هذا الحدث وهو مقتل حاملي القران وحافظي القران كان له اثر كبير جدا في ان ابو بكر الصديق يفكر جديا في هذا الامر وهو كتابه القران الكريم من اجل حفظه من الضياع او التحريف او الى غير ذلك كما حدث مع الكتب السماويه السابقه. ولازم نؤكد مره اخرى ان هذا الامر كان سبحان الله باراده الله سبحانه وتعالى الذي تعهد بحفظ هذا الدين وحفظ القران الكريم من التحريف. وربنا سبحانه وتعالى كان دائما يسبب الاسباب اللي بتجعل ان القران الكريم محفوظ كنص، تمام، حتى لا يحرف على الاطلاق كما حدث مع الكتب السماويه السابقه في لوح محفوظ، تمام، القران الكريم. وبالتالي ايضا الدين بشرائعه وسننه ايضا كان محفوظا من الله سبحانه وتعالى. والدين عموما هناك امور محكمات معروفه، تمام، وهناك امور متشابهات هي دي اللي كان فيها اجتهاد او اختلاف بين الائمه فيما بعد. والاختلاف في النهايه ما كانش اختلاف يعني يؤدي الى صراع يعني، ولكن اختلاف في بعض الاحكام الفرعيه جدا في الدين، ولكن اصل الدين وشرائعه
ونصوصه ويعني عقائده كان محفوظة من الله سبحانه وتعالى عبر الكثير بقى من الأسباب، منها بقى أبو بكر الصديق، منها حفظ القرآن كتابته، منها إلى أشياء من هذه يعني الغيرين من هذه الأشياء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أوصى باتباع سنة الخلفاء الراشدين من بعده، سبحان الله كان من يعني من نتائجها ان الخلفاء الراشدين عملوا حاجات ما عملهاش الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنها كانت سبب في حفظ هذا الدين ووصوله الى بين ايدينا بسلام كما حفظه الله سبحانه وتعالى لنا. في نهايه الخاطره ان شاء الله ارجو انها تكون افادتكم، ونلتقي باذن الله في خواطر جديده قريبا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.